Okay, hello everybody and welcome to a new video. Here we have a new episode من epic craft guys, وحلقة جديدة مش نعملوا فيها الجلاس شوب وزدنا برسلي جايز واكل واحدة كده في الرأس اللي كالوزر. Let's go. جايز اليوم شنعملو شوب جلاس شوب. اوكي بالنسبة لجلاس شوب وان سكند جايز زدت حالات جبل منه باش نلقى راحتي ونزيد نخدم منه. يعني هو عندي الجلاس هذا الكل هيك وعندي لنا طريف اخرى لكن لو تكلي فرنس هذيك تكلي فرنس ايوب خلي حبت انت على الكو فارم ولا تم تكلي فرنس الزوز يعني غلط بس الرأس بالرغم هما حاليا 50-50 الفوت في اخر حلقة قتلنا فيها الويذر بوس اللي ما شافهاش خاطر نوتيفيكيشن تاع اليوتيوب داخل في حيط يمشي يتفرج عليها. سو ليتس جو نبداو باول حاجة جايز مش نخدمها 10 على 10. سو ليتس جيت ستارت. 1 2 3 اصبر 1 2 3 4. اوكي جايز نعمل الحاجات البدائية وبعدين نرجعو. اوكي جايز رجعنا لكم وجيت للبيز نتاعي باش نوريكم التغيرات اللي صارت. حطيت البيكون نتاعي لنا اون سكند جايز خل السيد هذا ياكل. حطيت البيكون نتاعي لنا ونقصت الطبقة هذه باش يولي هيس 2 ولا سبيد 2 ولا كل شيء خاطر ما عادش عندي حتى بلوك. الدايموند حطيته الايرون اللي عندي حطيته حتى طريف جولد مشان بون بلوكيت ومش نحطه وزدت كبرت فالمزرعة السعيدة ذي جايز كيما تشوف لا يب 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 دروبيت خلاص تقتل. بديت نركح في الول شوب معناها بديت نركح له حضرت الريد واليلو كل شيء نلونهم كيما نقولوا صبغة نعرفش كيما الاورنجية ذي بتلي جايز نحي منهم صوف ومكو يعني وجيت لنا زيت طريف شو اسمه هو كوارتز ونكملوا نكرافتيو يا معلم جايز نتلقاو في الشوب بعد ما نزيد نكمل حبش كلات. اوكي جايز ورجعنا لكم بعد ما عملنا الحكايات البسيطة صغار بعد ما حفرنا 10 في 10 تك تك حطيت دورتها بالبلوكات هذوما بعدين حطيتها على البلوكات هذوما بعدين تحط ماجما وكوارتز ماجما كوارتز وكيف كيف زاد تحطها كأنها شطرنج لنا وتحط راندوملي جلاس يعني قد عندي الجلاس هذوما جايز وكو باتري 1 سكند باتري تشد بو وتبدا تكور بش ميع هذوما خاطر سيد دايفن عمل القلعة هذه عشان تعرف تلقاها في الديسكريبشن هبط عليها فيديو هي ومازال ما كملهاش وما حطلهاش حتى كعب تورش بريسك الموبات الموبز يرسبوني وشي عجيب غريب. سو باتري قية فارغة قد ما قادرنا حتى شيء قادرنا كان نعمله طريف هذي هيك تك 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 نحينا هذي يا صاحبي. اوكي 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 هنا هذي هيك كرافتنج تيبل يس وتنا هذا الكل مش نخسر شيء هذا البريسك هو محلهم هنا. اوكي عندكم تك كعبة كيما هكا اوكي وبالتالي لا لا اصبر تزربش 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 اوكي ويت يضرب واحد وهذا يكسر بيكاكس فهمت ايش فيه البيكاكس سادة. اوكي تك سيدي باتري حط بلوكة لنا بلوكة فوق احبس غادي. اوكي باتري هكا تالي بلوكة ورك يديك يديك اوكي مريق طلعتي تك 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 بالشكل هذا مش تطلع ايو بالضبط مش جو. وبالتالي جايز مش نحطو الهوبر الهوبر يب لنا اوكي نحبه منظم ابيض كله مريقل يعني غير ما يكسر مريوسنا تشيست وهوبر تك وتك ونحطو لهم باي هير باي هير نحط لهم اصبر فما حد دخلت بعدي اوكي اوكي اوه وات ذا فوك اوكي كابو جلاس مش معمولة دن كل شيء مريق جايز باي هير ومش نعمل هوبر اخر لنا نزيد اللصق والبعض
ايرون ما عنديش كما وريتكم الايرون كله حطيته اسمه غادي 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 هذيك هي غادي حسين اوكي هاي بسم الله طبعا نحط لهم ايتم فريم نركح لهم جو اوكي فل ما عرفش كيف باش نعمل 2 ستاكس 1 دايموند ما نعرفش بالضبط قداه الاسوان سون بالضبط بالضبط يعني ما عرفش بقدر نمشي نحطو اوكي تشيست هذايا اعمل مزيق تك 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 اوكي يس جيف مي ذيس اها امريكا مش نزيد زوز تشيستات لنا ولا منعرفش بالكيزي دريك امريكا حبيت نعمل وقف لهوي مش مسكر بحد شيء معناها تحفوني كي يظهر جايز نكسروا هذا تك 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 تحفونا خاصة متكي على السيد الحيط الاخر ديزاين سهل ياسر وبسيط بالك نزيد حاجات في المستقبل اللي هي طبكن ونزيد نعش بالك هيك نزيد طبقة اخرى منه ولا حطته نزيدها تك 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 تولي زيدي يتلم طريف الشكل متاع الشوب واعطيني رايكم في الكومنتات جايز على الشوب كالعادة اللي حبيت يدخل السيرفر يمشي يلقى شان ديفن في الديسكريبشن ويمشي يحكي معاه كو تك 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 اوكي نايس مريكل يب تحسو كبر ماش كيفيه اوكي تحسو بس هذا كبر درايف هكا مواهر درايف نحطها لنا نتاع البي هير خير اما نو بروبليمو جايز نزيد نعمل لكم جولة في التور جولة في التور الله الله جولة في التور جولة في سباون ايوب نحى شعرينا فيه اوكي ولكم ولكم وعندي حاجة جديدة جايز الشوب تاع البوشينات عمل هنا ايوب مش عارف عيد ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو عندكم منه جايز كل شيء بريسكو انفس اوكي كل شيء وما عنده حتى شيء بالك هذا جامب بي 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 نمشي اكثر حاجة معروفة فاير ريزيستن عنده سبيد قديه اه 2 1 دايموند كان يعمل سبيد 2 حاجات كيك خاطرني مثال سبيد 1 كي بيك بليش ناخذ سبيد 2 مستحسن يكون احسن وزدنا شوب جديد زاد شوب وود شوب تك 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 تن 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 اوكي شوب جديد تاع جيمر ماكر دخل معنا في سيرفر جديد زاد ودي اطلع طريف اطلع اوكي شريت من عنده سبروس وود تك كملتهم للسوبر سايت الكل عنده من الدارك وود بريتش بيتش كيك بريتش 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 كيما يقول اكس دي اكس دي امريكي صح تبيعها بريتش وود و ليتس جو عندكم انا شابل كوارتز الكيسات بريسك شركحهم الكل خاصة هال شو اسمهم هذوما تكون الكارت ومانيش مستعمل اثنية للشوب نتاعي على خاطر مش نعديه اثنية ظهر لي منه ومش ياخذها اثنية الغادي والغادي و خاطر بلاصه كبيره لازم ننظموا لها كيساتها بالبي 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 سو والله شوف جايز من بعيد يظهر بيه تاع وخايب فرد وقت ظهر لي مش نزيد نكبر في هذه هكا وبالتالي نعمل لك السقف هكا تولي تمشي وتتعدى تمشي تتعدى وليتس جو مش مازال انا اخر شوف تاع ديفن اللي ما شافوه زاد يمشي للشانل نتاعو شريت من عنده الصبغه نتاع اللي صبغت بهم الول الول كل لورنج و برشا صبغات كيما كم الصبغات واسوامهم لنا يبدا اوكي يس يلو اورنج لايم والجرين وبرشا كعبات تحفونين شريت من عنده برشا يعني وعنده منه شيلدات برسك شيلد ضايع عربن عليها يوب منظرو تحفون شيلد يب تحفون ويوب يحب الانواع اللي كيما هيك خاطر هو عنده كيب زاد وحاط له ستيل نتاعو كيما كي سو جايز هيك وصلنا للفيديو مالي كان نقول لكم لايك ديسلايك عبر عن رايك في الكومنتات حطونا كومنتات جايز كومنتات كومنتات اند بيس ملتقانا في الفيديو الجاي Cardi B, fat ass, clip his ass, I like sheesh.